كيف أخبار بنتك؟ المفروض إنه رح تتجوز صح؟ هتتجوز أكيد، هي مخطوبة دلوقتي. لا إحنا ما عندناش الأفراح، يعني مش هتعمل فرح؟ لا. ليه؟ لأن إحنا لا نؤمن بهذه الأشياء. لا مش عايزة تشوفيها بالبدلة البيضة، يعني كل الأمهات بحبوا يشوفوا بناتهم بالبدلة البيضة. أنا عمري ما لبست فستان فرح، يعني لبست في التمثيل بس ما لبستش في الحقيقة. أنا طبعا كل واحد حر يعمل اللي هو عاوزه، بس هي لو اجت قالت لك انا ماما حابه اعمل فرح والبس فستان ابيض، لا هي مش كده، انا مش كده، احنا ما تربناش كده. يعني دي حاجات افكار شخصيه، يعني انا بشوف انه الحفله الكبيره دي فلوسها كتير قوي 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 قوي، فليه هما ما يستمتعوش بالحاجات دي اكتر من فستان الفرح اللي بالشيء الفلاني والقاعة اللي بالشيء الفلاني؟ يعني كل ده عشان ليلة واحدة، ما هو ممكن ياخدوا الفلوس دي يستمتعوا بيها اكتر. 100% مش عاوزة تعمل فرح، انا عمري ما كنت عاوزة اعمل فرح. هي اجت قالت لك انا مش عايزة اعمل فرح، بس كيف هيحتفلوا يعني ممكن يختصر الموضوع على عشاء بسيط؟ هنشوف لسه، يعني احنا لسه ما محددناش حاجة، بس هو ده اللي في الاخر اللي هيحصل، انه حاجه صغيره قوي. يعني المهم ان هي وجوزها واهله واهلها اللي يفرحوا واصدقائهم القريبين، انما نجيب بقى الناس اللي شفناهم السنه اللي فاتت والناس اللي شفناهم السنه اللي قبل اللي فاتت ولازم نعزمهم عشان دي ما تزعلش وييجوا وينتقدونا، لا ده مش هيحصل. حتى العريس واهله موافقين على هذا؟ اكيد طبعا. الله يهنيهم يا رب. الله يهنيهم يا رب. ان شاء الله دائما تفرحي فيها ويكون ايامكم افراح. شكرا كثير على وقتك وعلى المقابله.